جائحة كورونا غيرت في حياتنا كثير أشياء ومختلف القطاعات، صارت تبحث حتى عن حلول وبدائل بتعزز من التباعد الاجتماعي وتدابير السلامة. في قطاع التسوق وتسوق الملابس تحديدا، واحدة من أزمات العودة بعد الإغلاق كانت غرف القياس في المحلات، واللي للآن لسه في بلدان ومحال ما سمحت بفتحها. هذا غير أنه في ناس لسه مو مرتاحين لفكرة العودة للقياس بطريقة عادية في المحلات، وفي دراسات بتقول أنه في أكثر من 65% من السيدات تحديدا ما بيشعروا بالأمان في غرف القياس. وللتعامل مع هذا الشيء وتسهيل التجربة على المتسوقين، انتعشت مؤخرا عدة تطبيقات للقياس الافتراضي. هذه التطبيقات تسمح للمتسوق في المحل أو حتى أونلاين أنه يجرب الملابس اللي بيشتريها افتراضيا. كيف؟ كل تطبيق بيعتمد على تقنية مختلفة، فمثلا في تطبيقات بتخلي الشخص يصور نفسه صور دقيقة وبيدخل البيانات الخاصة بمقاساته على ملف باسمه، وبالتالي بتصير تظهر له القطع الملائمة له. أما تطبيقات أخرى فبتعتمد على صور ثلاثية الأبعاد للمتسوق، ومن بعدها بيعرف التطبيق لوحده بيعرف لوحده مقاسات الشخص. فكرة غرف القياس الافتراضية عموما ما هي جديدة، وموجودة تقريبا من 10 سنوات، لكن مع ازدهار الأونلاين شوبينج مؤخرا ومن بعدها طبعا جائحة كورونا نقدر نقول إنه سوقها انتعش أكثر. بس لأي درجة فعليا غرف القياس في المحلات خطر وممكن تكون سبب في انتقال العدوى، وتحديدا دائما بنتكلم في الفترة الأخيرة عن عدوى كورونا؟ للإجابة على هذا السؤال سألنا صديقنا الدكتور نزار باهبري استشاري الأمراض المعدية، وكان هذا جوابه صادم لي أنا شخصيا. سؤال جدا مهم، هو أصلا الفيروس يعيش خارج الجسم؟ يعني لو إحنا كنا في غرفة حقت ملابس، ولا كان عايش على الملابس اللي إحنا مثلا بنحاول نجربها في أي محل؟ هو يكون عايش؟ أبدا، الفيروس ما يعيش لفترات طويلة. طيب في بعض الأشخاص يقولوا أفرض إنه شخص كان مصاب بالفيروس وكح، بعدين علق الملابس، بعدين أنا أخذتها ولبستها، وبعدين دخل الفيروس بالاستنشاق. حقيقة هذه ما تصير. ما يصير الفيروس يتكاثر إلى درجة إن أنت تقدر تاخده بس مجرد من لبس جديد. ونبقى في ملف كورونا وتوصيات طبية أخرى، لكن هذه المرة متعلقة بالإكسسوار اللي صار جزء متجزأ من حياتنا، الكمامة. هذه القطعة طبعا اللي ليل نهار الكل بيتحدث عن أهميتها ودورها الكبير في الوقاية من كورونا، بس المفاجأة أنه في أطباء حذروا من أنه هذه الكمامة نفسها ممكن تكون أكبر خطر لنقل العدوى، لأنه بحسب الأطباء والخبراء فكثير أشخاص ما بيستعملوها بالطريقة الصحيحة، مثلا بيلبسوها ساعات طويلة أو بيحطوها في جيبهم أو شنطهم ويرجعوا يطلعوها ويلبسوها ثاني ويمسكوها ويحطوها في يدهم ويحطوا يدهم على وشهم وغيره وغيره. هل فعلا هذه الكمامة ممكن تكون خطر؟ سألنا الدكتور نزار كمان عن هذا الموضوع وهذا كان جوابه. أول شيء نبغى نأكد على إنه أكثر الدراسات إلى الآن تقول إنها من أفضل الأشياء اللي ممكن نسويها لما نخرج من بيتنا عشان تحمينا من إنها جينا الكورونا. طيب أفرض إن إحنا دخلنا دحين زي ما إحنا بنسأل مطعم، طيب إيش نسوي؟ نحطها فين؟ تقدر تحطها في أي مكان آمن. هل لو جات على الطاولة ممكن تكون الطاولة فيها كورونا وبعدين إحنا نرجع نلبس الكمامة وجينا كورونا؟ برضو هذا الموضوع غير مثبت، غير مثبت. بس المهم انت حطها في مكان آمن، حطها في شنطتك، حطها في جيبك، وبعدين انت وانت خارج البسها. طيب الناس يقولوا والمطاعم صارت زحمة، ايش فايدة اني انا البسها برا الكمامة وما البسها جوا مطعم؟ كيف حاكل؟ كل ما استخدمنا الكمامة اكثر وقت لا تندم عليه حتى وانت برا. بعدين اذا كان المكان جدا مزدحم الأفضل إنك تروح تغير المطعم، لكن الكمامة آمنة جدا، حطها في مكان آمن وألبسها على طول بعد ما تخلص.